التقت اليوم شبكة النساء الجابونيات التي ترأسها رئيسة مجلس الشيوخ الجابوني بوزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان. وخلال هذا اللقاء تباحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في المجال التشريعي. وفاء اليعقوبي ومحمد الحرش. اتفق كلا الجانبين على ضرورة تطوير التعاون بين المغرب والجابون وتبادل الخبرات والتجارب بين مجلسي الشيوخ بكلا البلدين. اللقاء كان فرصة لتعزيز الشراكة المغربية الجابونية. نائبة الرئيسة نوهت بزاف بالتجربة المغربية في المجال الاقتصادي وفي مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنتمناو بأن هاد العلاقة غادي تبقى دائما هكذا قوية. في أول خروج رسمي دولي لنا، شبكة النساء الجابونيات اختارت المملكة المغربية، وذلك من أجل تجسيد هذا التعاون القائم بين البلدين منذ عقود. كما سعد البلدان خصوصية مجلس الشيوخ ووظيفته وهيكلته وأداءه، وذلك دون إغفال الدور المنوط بالنساء في تطوير هذه المؤسسة.